السلام عليكم يا سنة ثالثة. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيجن على يونت 2 لسن 2 لينسز. زي ما احنا شايفين السؤال الأولاني number 1 complete the following statements. Number 1 a point inside the lens placed on the principal axis in the mid distance between its faces. يبقى هنا عندي السؤال ده هو بيسأل على، خلي بالك هو هنا بيسأل على لينس مش على ميرور. يبقى في الحالة دي هيبقى الانسر بتاعتي optical center. يبقى مادام قال the point inside the lens at the mid distance between its faces تبقى الإجابة بتاعتي تبقى optical center. طيب عندي بعد كده لما نيجي ناخد تاني سؤال the radius of the convex lens equals a its focal length. طبعا احنا عارفين ان ال radius هو double the focal length. طب لو كان عاكس السؤال قال the focus is يبقى ساعتها هيبقى half the radius. يبقى بما ان هنا بادئ بكلمة radius الاول يبقى الانسر عندي هتبقى double the focal length. Number 3 بيقول the long sighted person needs a medical eyeglass with A lenses. ال long sighted يا سنة تالتة من اسمها كده long، يعني ال far objects can be seen clearly. تمام؟ يبقى مش بيشوف الحاجات القريب كويس، لأ هو بيشوف البعيد أكتر بيشوفها أحسن. طب بما إنها long أو هو بيشوف الفار يبقى معناها the image of the object is formed behind the retina، هتتكون ورا الريتنا. وبما إنها ورا الريتنا فهتبقى أنا عايزة النضارة اللي ألبسها تعمل تقرب الصورة تخليها تتعمل under retina مش behind، لأ ده أنا عايزاها تتكون under retina. يبقى في الحالة دي بستعمل convex lens، عشان ال convex lens دي بتعمل ايه؟ بنقول عليها converging أو collect the light rays. يبقى the image will be formed under it. يبقى هنا number 3 الإجابة بتاعتي هتبقى convex lenses. تمام؟ طيب نفس السؤال لو بدل ما قال long sighted خلاها short، يبقى short يبقى هو معناه إن هو بيشوف ال near objects more clearly than the far objects. طب ساعتها الميديكال اي جلاسز هي ليه نير؟ عشان ايه؟ عشان الايمج از فورمد ان فرونت اوف ذا ريتنا مش اون ذا ريتنا، لا ما لحقتش توصل عليها اتعملت قدامها. فده معناه ان انا محتاجه البس نظاره اللينس بتاعتها تعمل سكاترينج او تعمل دايفرجنج لللايت ريز عشان تخلي الصوره تتنقل ترجع على ورا تيجي على الريتنا نفسها. يبقى في الحاله دي الشورت سايتد بيرسون از تريتد ويز a concave lens. تمام؟ إلا بعدها number 4 بيقول the optical piece that forms an equal inverted image of the body. هي مين ال optical piece؟ كلمة optical اللي معناها إن هو بيتكلم على lens، عايز يديها صورة equal خلاص وفي نفس الوقت إيه؟ يعني تبقى equal in size وفي نفس الوقت تبقى inverted. ال inverted دي يعني real، يبقى ما قدامناش حاجة غير مين؟ غير convex lens. تمام؟ خلاص؟ لأن أنا عندي ما هما الأوبتيكال بيسز اللي عندنا حاجتين، يا convex lens يا concave. الconcave lens كنا بنقول عليها بتعمل إيه؟ الصورة بتاعتها زيها زي الصورة بتاعت العربية، زي ال convex lens بتاعت العربية، كانت بتدي صورة virtual وكانت بتبقى erect وكانت بتبقى small. ده الكيس بتاعتها. يبقى انه اوبتيكال بيس تديك صوره ايكوال ان سايز وانفيرتد، ما دام انفيرتد تبقى ريل كمان، هيبقى عندك الاجابه بتاعتك كونفكس لينس. تمام؟ طيب اللي بعد كده write the scientific term the line joining between the two centers of curvature of the lens and passing through the optical center. ما دام السي والسي الاثنين متوصلين يبقى ده على طول اسمه principal axis، يبقى على طول اسمه principal axis. طيب number 2 a vision defect، ما دام vision defect يبقى يا short يا long على طول كده. خلي الأسئلة اعمل لها زي ايه؟ زي كي كده، لما يجي لك سؤال كذا تبقى عارف توجه ايه دماغك هتفكر في ايه. يبقى ده vision defect يبقى هو عايز يا طول يا قصر. due to the formation of the image in front of the retina، هي لو الصورة اتكونت on the retina يبقى ما عنديش اساسا vision defect. behind the retina يعني بعيدة تبقى كده عندي long sight person. طيب لو هي in front of the retina يبقى عندي short sighted person.
يبقى هو هنا في السؤال قال in front of the retina، يبقى ايه short sight. طب number 3 بيقول the lenses that are used instead of glasses and can stick on the eye cornea. هي طبعا الجلاسز بيبقى فيها لانسز بتبقى بلاستيك، زمان كانت معمولة من جلاس، بعد كده دلوقتي بقت تتعمل مضغوطة وبلاستيك، بس هو عايز يعرف اسم اللانس اللي بحطها على عيني على طول، يبقى دي اسمها contact eye lenses. contact eye lenses. number 4 بيقول a disease infects the eye lens so it becomes dark. في مرض كده بيخلي اللانس بتاعت الاي الكونفكس لانس بتاعتنا دي تبقى ايه، يعني يبقى عليها غيامة كده خلاص، ممكن جدا لو يعني كده تعمل complete opacity ما نشوفش خالص خلاص، يبقى في الحالة دي هيبقى اسمها ايه cataract. يبقى ده disease infect the eye lens يبقى cataract. طيب give reason the convex lens has two foci but the concave mirror has one focus. اي lens ليه عندها اتنين focus؟ because it is cut from a two spheres والconcave mirror from one sphere. طيب the short sightedness is treated by using a concave lens. هقول ايه بقى؟ because the concave lens is a diverging lens which diverge or scatters the light rays to form the image on the retina of the eye. يعني انا محتاجة نظارة تحذف الصورة ترجعها ورا، بدل ما هي in front of the retina لا انا عايزها ورا on the retina نفسها، أنا بحتاج divergent. طيب it is impossible to obtain the real image by using a concave lens. الreal image بتيجي منين يا شباب؟ بتيجي due to the intersection of the refracted light rays. طب أنا أساسا عندي concave lens الفوكس بتاعها أصلا virtual focus تمام، يبقى في الحالة دي هقول because the image is formed due to the intersection of the extensions of the refracted rays. يبقى هقول due to the image is formed by the intersection of the extensions of the refracted rays. يعني اصلا الايمج بيتكون عشان الريفراكتد رايز مش هي اللي اتقابلت، ده الاكستنشنز بتاعتها يعني امتدادها اللي هي الدوتد لاينز اللي احنا بنرسمها. طيب اللي بعدها number 4 the convex lens is called converging lens while the concave lens is called diverging. ليه convex اسمها converging؟ هقول because the convex lens collects the light rays passing through it at a real focus while the concave lens diverges or scatters the light rays passing or refracted from it. تمام اللي بعده what happens when، السؤال اللي بعد كده بيقول ايه what happens. هنا بقى a light ray is incident وخلي بالنا هو ممكن جدا يجيبها في الامتحان عامله ازاي، يجيبها صوره واحنا نكملها. يبقى a light ray is incident parallel to the principal axis of a convex lens. هقول it refracts passing through the focus. ونخلي بالنا هو قال هنا lens، ما ينفعش اقول reflect، اقول refracts passing through the focus. طيب في number 2 a light ray passes through the optical center of the lens. ايه اللي هيحصل لما light ray هيعدي في الاوبتيكال سنتر بتاع lens؟ يبقى في الحالة دي بص، فاكرين في الميرور كنت بقول لما light ray pass through the center of curvature it reflect on itself، هنا حاجة شبه، بس أنا مش هينفع أقول refract on itself لأن أصلا كلمة refraction معناها إيه؟ the change in the direction of the light ray due to the change in its speed. تمام؟ يبقى هنا مش هينفع أقول هترفراكت على نفسها، لا في الحالة دي هنقول إيه؟ The light ray passes without refraction. هيعدي بس مش هيحصل له أي refraction. تمام؟ طيب. اللي بعديها. Define each of the following. يعني إيه lens؟ It is an optical piece
which is bounded by two faces made of plastic or glass. The types of lenses بقى ممكن تكتبها concave and convex lens. تمام؟ طيب عندك بعدها the center of curvature of the lens. يعني ايه هنا كلمة center of curvature؟ مش the center of curvature هنقول the center of the sphere from which the lens is cut off. تمام؟ طيب the short side defect. يعني ايه كلمة short side؟ أقول defect caused when the image of the object is formed in front of the retina, not on it. خلاص؟ Due to the increase in the diameter of the eyeball. Or the convex lens of the eye is يعني هتبقى convex بزيادة. فعشان كده بتعمل collecting the light rays قدام مين؟ قدام الريتنا مش عليه. خلاص؟ يبقى يا هي ال convex lens هتبقى يعني very convex زيادة عن اللزوم، أو هيبقى نتيجة إن ال eyeball diameter بتاعها هيبقى إيه؟ large، هتبقى كبيرة، فكده كده الصورة مش لاحقة توصل على الريتنا فبتتعمل قدام. ولازم أقول it is treated by using a concave lens to scatter the light rays on the retina to form the image. تمام؟